حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاياتهم. كثير حقيقة من الأسئلة تجي للبرنامج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أنه هناك مستشفيات أو أقسام خاصة لعلاج الإدمان على التدخين، السجارة، النرجيلة، النرجيلة الإلكترونية. للأسف ما عندنا مستشفيات متخصصة بهذا المجال، يعني فقط مستشفيات اللي موجودة هي لعلاج الإدمان، إدمان المخدرات وإدمان الكحول أيضا. أيضا من أهم الأسئلة اللي تجينا وأول السؤال يسألني به المدمن اللي يريد يتعالج، ما يسأل على صحته، ليس على الإجراءات شنو، ليس على العلاج شنو، أول شيء يسأل عليه يخلون تليفوني يطب وياي لو لا. خلنا نتفق أولا أنه التليفون هو سبب الدمار والبلاء الموجود بالنسبة للمدمن، لأن كل الأشياء اللي كان يجيبها المخدرات، الكريستال، الحبوب، كلها عن طريق التليفون والعلاقات. فإحنا التليفون نعتبره فيروس، ما ممكن ندخل فيروس للمستشفى ويا المريض، إحنا جاي نعالجه. فنقول له دائما، وأنا أيضا أقول لهم، أنه ضحي بالتليفون مدة 14 يوم، هاي الفترة اللي تدخل بها المستشفى من 14 إلى 21 يوم ضروري تتخلى عن بعض الأشياء اللي من ضمنها التليفون. مو مهم التليفون في قبال صحتك وسمعتك وفلوسك وسمعة أهلك. اليوم عندنا حلقة هنا مركز القناة ويا علي من البلديات، علي اللي تربطه علاقة طيبة جدا بوالدته. خلينا نشوف ايش راح يقول لنا. علي الشاب العشريني ولد في أسرة فقيرة، عانى الكثير من المشاكل ما بين أمه وأبيه، وانتهت تلك المشاكل بالانفصال ما بين الوالدين، ما دعاه للانخراط في العمل لأجل إعانة والدته. ما أدري، هم مشاكل يعني بالبيت عالية وهاي انفصلة. انفصلة يعني أنا هم شوية ضجيت ولعبت نفسي من الدنيا وهاي. مضى علي في عمله بتصليح الدراجات النارية لغاية أن تعرف على شخص شجعه على تعاطي المخدرات ومنحه في البداية بعض الجرعات مجانا، وبعدها بدأ يطلب المال لأجل إعطائه الجرعة المخدرة. لكن علي بعد أن تضررت والدته واهتازت إلى المال، أدرك أن طريق المخدرات يقضي عليه وعلى أسرته، وأسرع للمستشفى للتخلص من السموم. أجاني واحد قال لي صليح الدراجة، قلت له تعبان، قلت له أدي روح أنام، قال لا تعال أعطيك منشط، قلت له لا مش شنو هاي، لا أدي روح أنام، قال لي مالك دخل، أخذت من يمه. ظاهرة المخدرات هي ظاهرة خطيرة وظاهرة معضلة وحرب، خلينا نقول حرب أخطر حتى من الحرب العالمية. كل الوسائل متاحة لهم وكل الوسائل متوفرة لهم، بالتالي هم يعني خلينا نقول أنه مفضلين، لأنه دا يتعالجون متفضلين على غيرهم. يعني أنت ما يخالف، أنت شنو المشكلة وشنو المانع اللي ما يخليك تجي للمستشفى؟ علما أن تجار المخدرات والمروجين تصل درجات الحكم فيها إلى الإعدام. الأحكام التي تصدر بحق كبار تجار المخدرات والمروجين تصل إلى حد الإعدام، وهنالك مئات الأحكام صدرت خلال الفترة الماضية بحق شبكات تهريب المخدرات، إضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بلغت مليارات الدنانير في الفترة القليلة الماضية. مرة أخرى حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. واليوم عندنا ضيف من بغداد من البلديات، علي. شلونك ابو حسين؟ حبيبي هلا ابو حسين، شلونك؟ انا بستان. شلون امورك؟ الحمد لله. حياك الله. حبيبي. علي من البلديات. من البلديات. ايش تشتغل حبيبي ابو حسين؟ فيتر. فيتر؟ اي. فيتر مال شنو؟ دراجات. مال دراجات. اي. من زمان هاي المهنه عندك لو بالجديد يعني؟ اي. اها. شو وقت تعلمتها تقريبا؟ تقريبا قبل سنه ونص. قبل سنه ونص. اي سنه. وين تعلمتها؟ تعلمتها والله يوم ولد. ها. اي. يعني عندهم محل وكذا؟ أمي كانت أنا أشتغل، أمي يجوني يسوي لهم شغلة، قاموا يعطوني قالوا هم منشط. أي لا، مو أنا ما أحكي على المخدرات وكذا، لا أنا جاي أحكي على مهنتك، على يعني تصليح الدراجات أو فيتر الدراجات. من علمك إياها؟ يعني؟ علمني إياها ولد. ولد؟ أي. صار عندك محل يعني لو تشتغل بمحل؟ لا أشتغل بمحل. تشتغل بمحل؟ أشتغل بمحل. تمام. إحنا شو وقت بدينا بابتعاض الكريستال؟ أنت بديت بالكريستال ولا الحبوب؟ لا بالكريستال. بديت بالكريستال. بالكريستال. شو وقت تقريبا؟ تقريبا قبل سنة ونص. سنة. سنة ونص. سنة. إيه. تمام.
انت هسه اجيت المستشفى برادتك؟ برادتي. برادتي. اي. تمام. قبل سنة ونص منو علمك اياها اول مرة؟ وين تعطيتها؟ اعطيتها. تتذكر اول مرة؟ نعم. ما تتذكر؟ ما اتذكر. زين منو علمك عليها؟ علمنا عليها ولد. ولد نفس منطقتكم؟ لا خارج منطقتنا. تمام. يعني قصدي تعرفت عليه عن طريق تصليح الدراجات؟ اي. لو وين؟ اي. زين. ايش قال لك؟ قال لي منشط. منشط؟ اي. منشط. منشط للشغل. للشغل؟ اي. واخذت؟ اخذت. شنو كان بوقتها صار عندك؟ غيرت يعني لا نميت. كم يوم ما نمت؟ ما نمت ثلاث ايام. ثلاث ايام؟ اي. ما تعبت؟ تعبت جسمي هلك. جسمك هلك؟ اي وجهي ضعف. وجهك ضعف؟ اي. انت ايش قد تاخذ باليوم علي حبيبي؟ اخذ واحد واحد ونص. غرام ولا غرام ونص؟ اي. بيش تشتري الغرام؟ اشتريه ب 35 25. هوايه؟ ها؟ هوايه؟ اي وايد. زين مجبورين؟ مجبورين؟ شلون يعني مجبورين؟ يعني مجبور اشتري. تشتري؟ اي ضمنت فيه. اضمنت اوكي. منين يجيب فلوس علاوي؟ والله لو اذا ما اشتغل. بالبدايه منين جبت؟ بالبدايه كنت تشتغل؟ اي. زين وبعدين؟ بعدين حتى على فوق يعني علمني. سرقت؟ ها؟ سرقت يعني؟ سرقت. أي. منين؟ من اهلي. من اهلك؟ اي. يعني ايش تاخذ فلوس لو تاخذ اجهزه؟ لو اخذ جهازاتهم فلوسهم. اها. اي. وتبيعها؟ لو تعطيها مقابل لل اعطيهم وياها يعطون دواء. دواء؟ اي. احنا نسميه كريستال. كريستال. نسموه دواء. اي. تمام. يعطوني كريستال، يعني المواد يعطوني اياها. تمام. اي. شنو مثلا اللي اعطيته؟ ممكن اعرف مثلا؟ موبايلي. موبايلك شنو كان؟ شنو نوعه؟ كان واي 9. واي 9، بيش بدلته؟ بدلته بغرامين. غرامين؟ اي. زين ذا الغرام 25 يعني غرامين 50000. اي. هو سعره 50000؟ اي. لا هو مو سعره 50000 بس يعني هو هذول. هو ايش قد سعره؟ يعني تليفوني تقريبا 150. 150. انا دائما اسال هذا السؤال حبيبي ابو حسين، اقول انت ليش ما تروح تبيعه ب 150؟ مو بعد هو هاي مجبور يعني لازم اروح. ما يعني مو بعقلي. مو بعقلي والله. اروح قبل لو الكريستال ما ادري يعني. قبل صدق التليفون. قبل ادي التليفون، ذاك يوم اخذت واحد جديد. اخذت واحد جديد؟ اخذت ب 150000. اي. راوسته بواحد. بغرام واحد؟ بواحد. واي. زين موبايلات اهلك منو اخذت موبايل منو؟ موبايل اخوي. اخوك؟ اي. زين دربيك؟ لا ما دربي. يعني زين هم ما شكوا بك؟ شكوا بي. يعني ما قالوا لك قصدي ما حكوا وياك؟ حكوا وياك. قالوا كم دو يعني ذل هيجته. وانا ما يعني ما استمع لهم. ما تستمع؟ لا ما استمع، ما ادري يعني. فحد لذاك اليوم امي قالت لي خاطري وراح اموت. والدته؟ اي قلت له حموت مرضت بسببك وجيت ويا الخاطر لامي. خاطر امك؟ خاطر امي انا جيت. خاطر صحتك همينه وجيبك. خاطر صحتي يعني. زين والدك وين؟ والدي متوفى. انا والدك متوفي؟ اي الى رحمه الله. مو متوفى ولا مفصول انه بس احنا نقول متوفي لان ما شايفينه. اها. يعني هو عايش بس هو عندكم متوفي. أي. لان مفصول. لا يسال علينا لا يجينا. متزوج والدك لو لا؟ ما ادري. ما تدري؟ لا ما ندري. زين من ايش وقت والدك مفصول عن والدتك؟ يعني من الصغر مثلا من جيت للدنيا لو ايش وقت؟ لا لا. ها. ابي تقريبا عمري 10 سنين. عمرك 10 سنين؟ اي. تمام، كم اخ عندك حبيبي انت؟ اخ اخوان اخوات؟ عندي اربعه. اربعه؟ اي وياي. يعني انتوا اربع ولد؟ اي اربع ولد واثنين بنات. واثنين بنات سته؟ اي. انت كبير ولا صغير حبيبي؟ انا صغير. أصغرهم أنت؟ أي صغير، كانت أصغر مني. لا الولد أنت أصغر؟ أي أنا أصغر واحد. زين، أخوانك شو يشتغلون؟ أخوان واحد أبو بواري. زين. اثنين عمالي. واثنين عمالي. أي. وأنت تصلح دراجات. أي. زين، الدراجات إيش قد كان يجيك وارد من التصليح؟ فلوس تقريباً. تقريباً هو بالمحل يعطينا 25. 25 يعني؟ أي. تروح للكريستال. أي أروح للكريستال. ضعفت من اخذت؟ ضعفت وجهي. وجهك كمان؟ وجهي كان مفوتش. ها؟ اي والله. زين انت من جيت للمستشفى صار لك ايش قد من جيت للمستشفى حبيبي؟ تقريبا صار 16 يوم. 16 يوم؟ كم يوم كتبوا لك دخول المستشفى؟ 21. 21.
من جيت قبل 16 يوم ايش وقت اخر مره تعاطيت؟ اي بيوم تعاطون بيوم هو جيت المستشفى. اي يعني هسه انت ب 16 يوم رجع صحتك شويه؟ رجع صحتي وهاي بطني كنت هيك كانت مكسوفه. ها وجهي كان مفتش مفتش. هنا هسه تاكل تشرب؟ اكل كم وجبه اكلنا يطوفون؟ ثلاثه. ثلاث وجبات؟ ثلاث وجبات. رياضه؟ رياضه وقاعه مع الحديد. تمام. اي وكلش مرتاحين يعني بهالمستشفى. يا رب يكون هاي الخاتمه يعني وتنتهي ان شاء الله. ان شاء الله. زين انا شفت ايضا وشومات هوايه على ايدك يعني هنا كاتب حياتي وياك ندم. هاي بايدك؟ ايش كاتب؟ هاي حياتي وياك ندم. هاي ايدك اليمنى كاتب حياتي وياك ندم. اي منو هاي حياتي وياك ندم؟ الدنيا. الدنيا؟ اي ليش وياها ندم؟ بعدك انت ست مواليد؟ انا 2000. مواليد 2؟ اي يعني عمرك 23 سنه. اي بعد ليش ندم؟ كنت احب وحده وما صارت. كنت يعني تحب وحده؟ اي ما صارت؟ اي شو وقت بدت علاقتكم؟ علاقتي تقريبا صار لي سنه. يعني بالفتره اللي انت كنت تتعاطى؟ اي ليش عجب ما صارت ليش؟ ما صارت مكانيه. مكانيه؟ اي ما فكرت لخاطرها مثلا لانه تحبها تحبك انه تترك ماده الكريستال وتكون نفسك مثلا؟ والله فكرت. اي بس ما قدرت. ما قدرت؟ اي وتالي راحت الحال سبيلها؟ اي ما اتفقت. ما اتفقنا. زين انت قبل التصوير احنا قلت لي اني داك صدر داك على صدري اسم. اي حد هسه؟ اي بالك قصدي هي؟ هي ببالي. ليش وقت؟ ها؟ ليش وقت تظل ببالك؟ تظل ببالي. ها؟ والله. زين. حتى يعني مفكر بعد ما اتزوج. تفكر ما تتزوج؟ ما اتزوج بعد. وهي الحياة ما واقفة على تجربة واحدة يعني، شو تسوي؟ هي تجربة واحدة وانتهت. واحد غير مثلا يبدي بداية جديدة؟ إن شاء الله إن شاء الله. موجودة هي لو زوجت؟ هي؟ إي؟ موجودة. موجودة. تمام. غريبة لو أقربائك؟ لا غريبة. غريبة. يعني كان اكو بيناتكم تواصل، حكي؟ إي إي. ها؟ لقاءات مثلا؟ إي. حلو. من يضرب علاقتكم؟ أخوي. من أصدقائك؟ أخوك؟ إي أخوي. يدرب علاقتك؟ اخوي يعني قلت لي. اها وبعد منو يدرب؟ وصاحبي. صاحبك؟ اي. صاحبك ياسر لو منو؟ لا قيصر. قيصر. اي زين. احنا هسه نجي على ياسر باعتبار انت هم داق على ياسر. أي. كاتب على ياسر. ياسر. راح نجي على ياسر. اي. فاذا صديقك قيصر واخوك هم اللي يدرون بعلاقتك. اي. وهي من طرفها منو يدرب العلاقه؟ ما حد. ما حد. ما حد. تمام. احنا اذا طلبنا من عندك تراوينا الاسم تراويناه له ولا لا؟ ما اقدر. ما تقدر. ها جيد حافظ عليها. زين هنا انت بالاصبع داق صليب؟ اي. ليش صليب؟ كانت حبوب اسمها صليب. كانت حبوب اسمها صليب؟ اي. ها وهنا بهذا الاصبع الثاني؟ تي. تي؟ حرف. حرف. هذا اول حرف من اسم حبيبتك؟ زين هذا ياسر صاحبه اخوي. هنا كاتب ياسر اخي انت؟ اي. شو راويني باسم رخصتك؟ ياسر؟ ياسر اخي. اخي؟ اي. جيد. وهاي هم تي هنا وبشنو؟ اتش. اتش. زين ياسر اخي، ياسر صديقك؟ صديقي. ها ما زلتوا يعني لحد الان اصدقاء؟ ها لحد الان اصدقاء؟ لحد الان اصدقاء. حلو. داق هو اسمك على ايده لو بس انت؟ لا. ها بس انت؟ اي. زين. نرجع لايدك اليمنى، ايش بيها بعد علي؟ ايش كاتب؟ هاي يا موت لا تقترب مني. يا موت لا تقترب مني؟ اي لست اخوف منك. شو بس خليني اشمدها خليني اشوفها. يا موت لا تقترب مني. اي. فلست اخوف منك. لست خوفا منك بل خوفا على دموع دموع امي. زين. وهاي قلب جاهل ليش؟ قلب صغير ليش علمت عليك؟ قلب صغير ليش علمت عليك؟ وفوق شنو هاي ايش مكتوبه؟ هاي اسم ولد. هم اسم ولد؟ اي. شنو يا اسم؟ يا اسم؟ خيتو. وهاي شنو نون الحنون؟ هاي اختي. اختك؟ اي. جيد. اذا انت ما عندك خوف من الموت، عندك بس خوف على دموع امك؟ على دموع امي. وانت جيت لنا المستشفى لانه تخاف على امك؟ على امي. تمام. وشنو العباره الثانيه اللي قلت لي عليها ممكن خليني اشوفها مره ثانيه اذا مو زحمه عليك؟ قلب صغير ليش علمت علي؟ ليش علمت علي؟ شنو؟ كريستال. على الكريستال؟ كريستال.
اها زين. هاي هسه احنا الكريستال راح نتشافه من عنده ان شاء الله، وراح نطلع من المستشفى. هاي تظل الاشياء عندك تذكرة كبيرة او شنو؟ لا استاذ انا بس اطلع من المستشفى ان شاء الله اشوف شلون اوخرها. ها توخر؟ اوخر زين. وهنا هاي الشجره شنو؟ هاي كانت مواسه. مواسه؟ اي ما ادري بروحي. تضرب نفسك مواسه؟ اي ما ادري. وبعدين خليت عليها هذا الوشم حتى تضيعها؟ اي. ها. لانه محاكتني وقالت زحمه من العالم وعيب. زين. خليت وشمه فوقها. ان شاء الله بس الشافه كلها هاي تروح. ان شاء الله يا رب. انت تسمع هوايه كلام امك. اني؟ اي. انا اموت على امي. ما عندي غيرها. الله يخلي لك اياها. اي. يعني هي المرأة اللي تربي ست أشخاص بطلة حقيقة. أي هي ربتني وهي كبرت. طبعاً نفتخر. هي كبرتني. أي ويعني وهي تموت علي. لأن أنت صغيرها يعني. أنا صغيرها. على قولتهم بزر القعدة يعني. أي أي يعني أنا على منتهجة لي جاي. والخاطرها وبعد أن خاطرها لا أصلا ولا دناله. واسم الشاف أنا يعني ودي أحكي وبوعي. الله يوفقك حبيبي. شوف أنا أكيف إنه واحد يخلي قدامه فد نموذج زين ويقتدي به. أمك أم عظيمة وأمرها عظيمة أكيد، وأنت على قولتك تحبها يعني إذا صار بيها شيء لا سمح الله. فأنت يعني كل زين إنه مخلي أمك قبال عينك. أنا بس مو مخلي قبال عيني ولا أي واحد كان. حتى قبل وأنت تتعاطى؟ حتى وأنا أتعاطى. أمك؟ بس أمي. شفنا علي شلون تربط علاقة بوالدته ويقول انه انا علاقتي بوالدتي علاقه خاصه واجيت من اجل خاطرها. وشفنا ايضا الوشم اللي موجود بايده يعني بايدي الاثنين داق مثلا اسم اصدقائه اسم حبيبته على صدره اللي رفض انه يكشف عنها اخوه اخته هوايه اشياء ايضا ضارب ايده بالموس وبعدين مخلي وشم حتى يعني يغير من أو يخفي هاي الملامح اللي موجودة على إيده. بالنهاية هي كلها إرهاصات مرحلة مرة. نتمنى أن تكون انتهت فعلا عند علي. خلينا نكمل الكلام وياه. شلون قالت لك مشو وياي على شنو؟ يعني شافتني ما نايم والليل كله باوة خايا ساعة طبولي يا ساعة ساعة مفوتشيش شافتني تعبان صحتي جابتني وجت. شلون قنعتك؟ يعني شنو ايش قالت لك؟ قالت لي مشي اجت وياها بس اي امي لو تدزني الموت بيدها اروح وانا شفت اتعاطى حلو والله يعني قالت لي روح للموت اروح انا حبيبي هذا عظيم هذا الحب يعني اي والله عظيم هذا الحب يعني واجمل حب هذا بين هذا داق هنا امي داق هنا امك حلو الله يخلي لك اياها الله يديك الله يخلي لك اياها الله يديك زين يعني هي ما خافت عليك مثلا واكو ناس يخافون يقول لك نروح للمكافحه خاف ياخذوه كذا لو شنو؟ هي ما خافت علي اي خافت علي استفسرت وهاي يلا استفسرت بالمستشفى اجت؟ اي استفسرت اها انا قاعد بالباب كنت بباب المستشفى؟ اي استفسرت وهي طبت استفسرت؟ اي واطمأنت؟ اي وجابتني جابتني طببتني زين اول يوم لك كان هنا شلون ايش سويت؟ ما نمت نمت؟ لا ما نمت ما نمت اي بعدين يعني اختنقت عصبيه صارت عندي اعراض انسحابيه اي اي يعني شلون ما اقول لك يعني مخنوق اي زين طوك علاج؟ طون علاج اي رجعت طبيعي زين اي ايش قد ظلت الاعراض الانسحابيه وياك هناك كم يوم؟ قريبا 10 ايام 10 ايام؟ وخلصت من عندها؟ خلصت من عندها طلعت ها اي زين انت هسه من يجي واحد جديد مثلا انتم هسه بالقاعات انتم غرفه بها ايش قد 2 أو 3؟ 3 وعندكم جلسات هسه شفتكم جلسه جماعيه قاعدين شنو هاي الجلسه اللي انتم قاعدين بيها؟ هاي جلسه يعني يسولفون يقولون المكان اللي تقعدون بيه نعم لا تفوتوا منه نعم الصاحب كان بهاي السالفه عوفوه اي هيجي من يقعد وياكم؟ الباحث الاجتماعي الباحث الاجتماعي اي الباحث زين طبيبها طبيبه هم يصعدوا لكم ويشوفوكم لو لا؟ اي يشوفون دائما اي دائما اها يعني مستشفى يعني كل الزينه تمام كل الزينه اللي يجي هنا اول يوم شلون تستقبلوه انتم؟ يعني شلون استقبلوك جماعتك فوق من صعدت اول يوم ايش قالوا لك؟ قالوا لي اهلا بالضيف هاي
ضيفونا على ضيافه واكل وهذا حلو، خلونا اكل يعني انا طمنوك قالوا لك ماكو شيء وكذا؟ ماكو شيء قالوا لي. انا ولا يوم خايف 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 يا سعد ياخذوني عبالك سجن مثلا لو شيء عبالي ياخذوني للسجن يعني حسب علي يعني ما يحاولوننا. انت عندك من تطلع شنو 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 ببالك يعني شنو ايش عندك؟ من اطلع داخل لي محل. تاخذ محل؟ اي محل مال شنو؟ دراجات. هم نرجع للدراجات؟ اي اخذ محل مال دراجات. ها بس لا بعد مال يعني كريستال ما اصلح. فانت هسه عندك اول هدف بحياتك انه صار عندك محل. اي وراها بعد؟ وراها زواج. زواج؟ اي زين. يعني تفكر بزواج؟ تفكر بزواج. اي هم زين. من الزواج هاي بعد يعني ما عندي لا صاحب بعد ولا شيء. صديقك اللي قلت لي عليه اول مره علمك. اي. قلت لي مو من منطقتنا. اي. اجابه عليك. اجى تصليح دراجه. زين. اي. شافني تعبان اتعزل. شافك تعبان تريد تعزل من التعب يعني تعب الشغل. اي اتعزل اروح. زين. تعبان. زين. قال لي الزم ونشط. انت بسرعه اخذت ما قلت له شنو ما قلت له قلت له شنو هاي قال اخذه وما لك دخل قعدت ثاني رحت بيتنا دخنت اخذت وياك الامبوله يعني ولا اي وجد هو قال لي بس من جوا شعل شعل دخنت زين اول نفس ثاني نفس ثالث ما اشطرت بالجو تغير ديكو كله رجعت للمحل طلعت الدراجات ضليت اشتغل بدراجتي ضل يزرق النفس وضليت ادخن دخنت اشتغل اي قلت له ثاني يوم هم تعالي ثاني يوم طاني ثالث يوم طاني بعدين قام غير علي بفلوس 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 بيش باع لك اول غرام بيع بيش بستين ستين اي انا بعدين قمت اعرف قمت اعرف قال لي 35 قال لي نفسه هو بس من هذا اخذت له اخذت من غيره بعدين لا بس من هذا 35 نو 35 اي نو قال لي عادوا موبايلات شي تراوس اي اي مثلا كم موبايل اخذ من عندك علاوي اخذ مني تقريبا 7 موبايلات 7 اي 7 8 بعد غير موبايلات دراجة مالتك اي مالتي مالتك هم بعت لي اياه بكم غرام تراوس تبع 5 5 غرامات اي عجيب دراجة ايش سعرها تقريبا؟ دراجة تقريبا سعرها 300-350 زين بس من قام يوصل لمرحلة البوك نعم نويت يعني لعبت نفسي منه لعبت نفسك من صديقك لو من الكريستال؟ لا من الكريستال زين انت هم اخذت حبوب 0-1؟ اخذت 0 شو وقت؟ اخذت تقريبا سال لي 3 أشهر شهرين هم اخذت 0 من اخذ 0-1 صارت 3 أشهر قبل ادخل المستشفى قبل أدخل المستشفى قمت أخذ 0 منين أخذ 0-1؟ من نفس الشخص لو غيره؟ غيره غيره؟ اي غيره أنت بديت تعرف ناس هواي لو لا؟ اي بديت أعرف ناس بس مو هواي لا قلة يعني ايش قد قلة تقريبا؟ يعني تقريبا 10 نفرات هيك اي 10 بالنهاية يعني قصدي ما ملتزم بس وياه تاخذ من عنده لا لا ما أخذ من غيره 0 أخذ هاي زين حبوب الحبوب أنت أخذها تاخذها ويا الكريستال لو وحدها؟ وحدها وحدها اي نفس الكريستال نفس الكريستال نفس الكريستال كم حبايه تاخذ؟ اخذ 5 باليوم الواحد اي بوقتها خفت بهاي الفتره من كنت تتعاطى ما خوفوك قالوا لك مكافحه المخدرات بالاعلام ما شفت برامج ما شفت يحجون اي قمت اخاف تخاف قمت اخاف منهم زين اي بس ما سويت شيء يعني ظليت مستمر لا ظليت يعني شلون ما اقول لك اختفي بالبيت ما اطلع بالبيت خايف اي خايف منهم كنت ها اي بس هسه من راح اتعالج وهاي عندي الاشكال لا عندي شيء الحمد لله وشكرا ان شاء الله ما عندك شيء بس قصدي انت بالبيت انت بالبيت كنت هم تطلع تبات برا لو لا؟ ندخن يعني قصدي هو فتره التدخين هم كنت تبات برا خارج البيت ايام لو بس كله بالبيت لا ما اطلع مرات اي اطلع بالبيت بالبيت من اخوي يشحتني يتعارك وياك؟ اي يتعارك وياي فتطلع تبات برا؟ اطلع بالشارع بالشارع وين؟ بالشارع هذا اليوم بالحديقه بس؟ اي هاي بالصيف لو بالشتاء؟ بالصيف لو بالشتاء تطلع؟ يعني قصدي من تطلع برا ذا بالشتاء بارده بالصيف قصدي حاره وين؟ انت لو ما تنام ما تنام ما انام ما انام ظل بالشارع
بالشارع افتر. تفتر بالدراجة لو مشي؟ لا بالدراجة مرات مشي ظل افتر بس نوم ماكو. زين وبعدين شلون ترجع للبيت؟ تقول اخوي تعارك وياي. اقول له بطلت. اي يعني ادز العالم اقول لهم بطلت وهاي. فيرجعك. يرجعني. وارجع احمد اخي. هون ترجع اي ما اقدر يعني ما اقدر. مذمم بيك انت. نعم. اي. هسه لو انا جبت لك ماده الكريستال وبدك اياها مجانا. اي. تاخذها؟ لا. متاكد؟ متاكد. انا شايل وحده بجيبي. اي متاكد. غرام يعني قصدي. متاكد. والله متأكد. متأكد والله وسيت رمي متأكد والحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر. أنت بطل حبيبي. إحنا عادة يعني البرنامج بيدرع اسمه بطل الحكاية. إحنا كل دائما عندنا حكاية أو قصة. اليوم سمعنا قصة علي، فعلي بطل حكاية. يعني اليوم راح نعطيك الدرع. أول شيء أتمنى أنه تطيل والدك حتى هالمرة فعلا تفتخر بيك. يعني هالمرة راح تقول علي مشى بالطريق الصحيح. والله طيب. تمام تمام. هذا الدرع مالتنا. شوف هذا مكتوب حبيبي بس باوع شبكة الإعلام العراقي قناة العراقية العامة. مكتوب قناة العراقية. مكتوب بطل الحكاية. فإحنا هذا الدرع تخليه ما أعرف غرفة الاستقبال، غرفة والدتك، يم أمك، يم أمك. المهم إنه تقول لها أنا هالمرة فعلًا اختلفت. وحتى لأخوتك يعني أخوك اللي كان يتعارك وياك وتقول لها بطلت وأنت بعدك ما مبطل، همين هالمرة أريدك تراوي وتقول لها أنا هالمرة بطلت نهائيًا. حبيبي كل التوفيق. كل التوفيق حبيبي. إذن أعزائي المشاهدين كانت لنا هاي الحلقة مع بطل الحكاية. كان بطل حكايتنا اليوم علي. علي من البلديات اللي يعني تربطه علاقة خاصة أو علاقة عظيمة بوالدته ويقول إجيت الخاطر والد. أتمنى من كل شبابنا أنه اللي عندهم أمهات، اللي عندهم آباء، اللي عندهم أخوان، اللي عندهم أصدقاء، عندهم حبيبات، أتمنى أنه يحسبون خاطر الذولة والأجل ذولة يجون يتعالجون. في أمان الله. إذا علي هنا تعالج، صار له 16 يوم تقريبا، ردت عافيته، يقول بديت آكل، كنت مفتش، هسه الوضع زين، بطني كانت ما موجودة هسه أحس بيها موجودة، الأكل جيد، وعنده هدف إنه لما يطلع أو عنده مجموعة أهداف إنه لما يطلع أول شيء إنه هو يأسس لمحل، لأنه هو في ترسي مال دراجات، يصلح بالدراجات، يريد يأسس لمحل، وأيضا عنده فكرة إنه فعلاً يبني حياة جديدة ويتزوج ويرضي أهله، يرضي عائلته، وأكثر شيء يرضي والد. أتمنى من شبابنا كلهم أن يحذون حذو علي ويجون يتعالجون، وماكو أي مسائلة قانونية، هاي دائماً أكدها، حتى يبدون بداية جديدة وحقيقية، لأن الحياة فعلاً تستحق إنه واحد يعيش. في أمان الله.